في الواقع روسيا حتى هذه اللحظات لم تعلق على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يندد بالعملية العسكرية التي قامت بها روسيا في أوكرانيا، والتي وصفت في الأمم المتحدة بالغزو الروسي لأوكرانيا وانتهاك السيادة الأوكرانية. هذا القرار يطالب روسيا بسحب قواتها بشكل فوري وبدون شروط مسبقة. ننتظر كيف ستتعامل روسيا مع هذا القرار، خاصة وأنها انتقدت قرارا سابقا في مجلس الأمن ورفضته، وخاصة وأنها تتمتع بحق الفيتو. في وقت سابق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس ناشد روسيا بوقف هذه العملية العسكرية، ناشدها باسم الإنسانية أن تتوقف على هذه العملية العسكرية، وقال بأنها تنتهك لانتهاك صارخ للسيادة الأوكرانية واعتداء على الأراضي الأوكرانية. في وقت سابق أيضا وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف انتقد تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وقال بأنه يبدو بأنه يخضع لضغوط من جهات غربية. يبدو بأن موسكو أيضا مستمرة في هذه العملية العسكرية حتى تحقيق كل الأهداف التي رسمت في إطار عملية عسكرية وصفها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالخاصة. بالأمس شاهدنا ذاك التصريح الذي صدر عن وزير الدفاع الروسي سيرجي شيغو، الذي أكد من خلاله بأن روسيا ستستمر في هذه العملية العسكرية حتى تحقيق كل الأهداف. اليوم مثلا نعم، وزارة الدفاع الروسية في بيان، ولأول مرة تكشف عن عدد القتلى الروس الذين سقطوا خلال هذه العملية العسكرية في يومها السابع. تحدثت الدفاع الروسي عن سقوط حوالي 498 جنديا من الجيش الروسي خلال هذه العملية. في المقابل تقول الجهات الأوكرانية بأن الرقم أكبر بكثير. الجهات الأوكرانية كشفت عن رقم يفوق 7000 قتيل في صفوف الجيش الروسي. هذه التصريحات المتضاربة في نظر الكثير من الخبراء والمتابعين تعكس الحرب الإعلامية الدائرة حاليا طب بين ولكن يوسف روسيا وأوكرانيا بخصوص حرب دائرة كما ذكرت تفضل. بين أوكرانيا وبين روسيا، وهي مستمرة حتى في يومها السابع. إذن ما الذي ستناقشه غدا في هذه المفاوضات التي أجرت إلى يوم غد، الجانب الروسي مع الجانب الأوكراني في ظل استمرار وتأزم الأوضاع على الأرض؟ رئيس الوفد الروسي قال بأن هناك ملفات كثيرة لمناقشتها مع الوفد الأوكراني، بما فيها وقف إطلاق النار. يبدو أن هذه نقطة مشتركة بين الوفدين الروسي والأوكراني، خاصة وأنه في وقت سابق شاهدنا تصريحات من وزير الخارجية الأوكراني كوليبا، الذي قال بأن يمكن لهذه المفاوضات أن ترسي للسلام ووقف إطلاق النار بين الطرفين. لكن يبدو بأن هناك مطبات كثيرة ومتنوعة بين الوفد الروسي والوفد الأوكراني في ظل استمرار هذه العملية العسكرية، وفي ظل ما تصفه أوكرانيا بأنها غزو على الأراضي الأوكرانية وانتهاك للسيادة الأوكرانية، وفي ظل أيضا تلك التصريحات الصادرة من الجهات الأوكرانية التي تؤكد بأن روسيا في قصفها وفي عملياتها العسكرية لا تفرق بين المدنيين والعسكريين. إذا نظرنا أيضا لتصريحات سابقة من الجهات الرسمية في روسيا سواء الكريملين أو الخارجية الروسية، يبدو بأن روسيا رسمت بعض الشروط لدخول هذه المفاوضات عندما تتحدث عن ضرورة أن تعترف أوكرانيا بسيادة روسيا عن منطقة شبه جزيرة القرم، وضرورة أيضا نزع السلاح من الجيش الأوكراني. كل هذه التصريحات يقرأ فيها الخبراء بأنها عبارة عن شروط مسبقة تدخل بها روسيا الجولة الثانية في المفاوضات مع الوفد الأوكراني. نعم، تفضل بقى معي وأنتقل إلى سهيل من واشنطن. سهيل، إذن 141 دولة انضمت إلى واشنطن في هذا القرار، ماذا بعد؟ ما هي خطوة الولايات المتحدة المقبلة؟ نعم، الولايات المتحدة الآن سوف تستمر بالتعاون مع حلفائها وشركائها بحشد أكبر عدد من الإدانات والعقوبات المفروضة على الولايات المتحدة، عفوا على روسيا. مسؤول في البيت الأبيض قال قبل قليل أن نحو 30 دولة فرضت عقوبات اقتصادية على روسيا، وأن الولايات المتحدة تعمل مع حلفائها وشركائها على حرمان روسيا من الوصول إلى صناديق مالية سيادية لها في الخارج يمكن أن تساعد روسيا على تمويل هذه الحرب في أوكرانيا. ولذلك الولايات المتحدة تعمل على منع روسيا من الوصول إلى هذه الأموال في الخارج.
وأكد المسؤول في البيت الأبيض أن الولايات المتحدة مستمرة في مراقبة الأوضاع عن كثب فيما يجري هناك. ولكن في هذه الأثناء ذكر مسؤول كبير في البنتاغون أن الإدارة الأمريكية والبنتاغون يراقبان بشكل مكثف أي تهديدات تصل من روسيا متعلقة بالأمن القومي والاستراتيجي للولايات المتحدة وحلفاء الولايات المتحدة. وأشار إلى أن التصريحات التي تصدر من وزارة الدفاع الروسية يجب أن أو ينبغي أن تؤخذ بقدر كبير من الشك، لأنها تنعدم مصداقيتها بحسب وجهة نظر هذا المسؤول في البنتاغون. وأشار إلى أن الجانب الروسي حاليا يحاول الاستيلاء على أماكن ذات تجمعات سكنية كبيرة، وقد يتم خلال هذه الفترة قصف كبير لأماكن تجمع السكان، ولذلك تحذر الولايات المتحدة من استهداف للمدنيين واستهداف للأوكرانيين الذين لم ينخرطوا في هذه الحرب أو ليسوا مسلحين. وكانت هذه النقطة قد تحدثت عنها كمالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي في وقت سابق، حيث أشارت إلى أن الولايات المتحدة تراقب إذا كانت القوات الروسية تتعمد الحاق الأذى بالمدنيين الأوكرانيين، وذلك مع الارتفاع الكبير في حصيلة القتلى من جانب المدنيين في أوكرانيا. والبنتاغون أيضا يراقب المجال الجوي الأوكراني، وقال أن روسيا لا تسيطر عليه كاملا حتى الآن. طيب، بالنسبة للعقوبات المفروضة من الولايات المتحدة سهيل على روسيا، ستدخل حيز التنفيذ مثلا منها حظر الطيران الروسي من الدخول إلى المجال الجوي الأمريكي. ماذا في جعبة الولايات المتحدة أيضا من عقوبات ربما قد تحضرها لبوتين أو لروسيا عموما؟ نعم، كما قال الرئيس الأمريكي لا يزال هناك خيار فرض عقوبات على القطاع النفطي الروسي. الولايات المتحدة أو البيت الأبيض تحديدا كان قد صرح بأن الولايات المتحدة تسعى لتحويل روسيا إلى مصدر غير رئيسي للطاقة، وهي الآن تعمل على جانبين. الجانب الأول التحدث مع منتجين ومصدرين آخرين للنفط حول العالم بهدف إيجاد الكمية الكافية من النفط عالميا في الأسواق العالمية، والجانب الآخر تطوير قدرات الطاقة النظيفة المتجددة والتخلص من الاعتماد بشكل كبير على الطاقة الأحفورية. والولايات المتحدة وحلفائها في أوروبا عبر الأطلسي يعملون بشكل حثيث في هذين المسارين من أجل خفض الاعتماد بشكل كبير على الطاقة والنفط الروسي. وهذه نقطة أخرى، الولايات المتحدة تريد أن تمنع الجانب الروسي من الاستفادة من الارتفاع الكبير الحاصل حاليا في أسعار النفط. وصلت أسعار برميل النفط تجاوزت $110 للبرميل، والولايات المتحدة تريد أن تمنع وتحرم روسيا من الاستفادة من هذا الارتفاع في الأسعار، ولذلك فهي تعمل بشكل حثيث مع شركائها وحلفائها سواء الدول المستهلكة أو الدول المنتجة من أجل وجود خلق إشباع في سوق النفط وعدم تأثر الأسواق العالمية للنفط بغياب النفط الروسي. تفضل بقائي معي وأنتقل إلى عمر من لندن. عمر، جونسون كان يطالب دول العالم أو في الدول في الجمعية العامة الأمم المتحدة بإدانة روسيا، وهذا فعلا ما تحقق لواشنطن ولبريطانيا. كيف كان صدى ذلك في بريطانيا عمر؟ هذا هو ما تحقق، بريطانيا راضية عن ما تحقق، وهذا يأتي في سياق التصريحات التي أدلى بها أيضا اليوم صباح هذا اليوم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في البرلمان في مجلس العموم، عندما دعا إلى فرض مزيد من العقوبات، وعندما أيضا الأهم قال إن هناك مؤشرات واتهامات لبوتين بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا من خلال قصف جيشه
بالصواريخ للأبراج وقتل المدنيين والأطفال. بالتالي هناك أدلة ملموسة على ارتكاب جرائم حرب، وجونسون ومن خلفه النواب كما قال كلهم يدعمون أي تحرك لمكتب التحقيقات الجنائية الدولية لمحاسبة مجرمي الحرب. ذات التصريح صدر لاحقا عن وزير الدفاع بن ولس بالقول أن هناك مؤشرات على ارتكاب بوتين لجرائم حرب في أوكرانيا. طيب تصريحات جونسون متلاحقة، وقال أن للحكومة أعطته الحكومة الآن صلاحيات أكثر لفرض عقوبات على بوتين أو على أي كيان آخر في المستقبل. هل ستذهب بريطانيا بالتصعيد وتضييق الخناق على روسيا أكثر؟ العلاقة بين بريطانيا وروسيا لم تكن وردية قبل الموضوع، قبل الأزمة في أوكرانيا كانت سيئة والكثير من المشاكل، والآن يعني العلاقة تزداد سوءا، وبريطانيا باللهجة السياسية مصاعدة بشكل كبير تجاه روسيا، وأيضا بناء على كل ذلك وبناء على العقوبات وبناء على الجولة المكوكية التي قام بها يوم أمس رئيس الوزراء البريطاني إلى بولندا وإستونيا وهي دول يعني من أوروبا الشرقية أو من الاتحاد السوفيتي السابق، بالتالي هي يعني رسائل واضحة إلى موسكو من قرب من أماكن جغرافية قريبة جدا من موسكو على أن عقوبات قادمة على موقف للناتو، كل ذلك يعني واضح أنه أغضب موسكو. وعليه قال السفير الروسي في لندن اليوم أن بلاده أي روسيا قد تقطع العلاقة مع بريطانيا بشكل كامل بناء على كل هذه الإجراءات التي ترى موسكو أن بريطانيا هي من تقود هذا الملف أوروبيا على الأقل، ملف العقوبات وترتيب الآليات المشتركة لفرض عقوبات أوروبية والتصريحات المتكررة من بريطانيا على وحدة الصف الأوروبي في مواجهة موسكو.